لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. معكم أحمد نظمي، درس جديد من دروس سي سي ان ام 120. هنتكلم النهارده على الديفايس مانجمنت، ازاي نعمل باك اب للراوتر او السويتش، وازاي نفعل السيس لوج والنت فلو. دي دروس جديده بقى خاصه بالمنهج بتاعنا، المنهج الجديد 220. اولا بالنسبه للباك اب، علشان نعمل باك اب في بروتوكول مهم جدا احنا محتاجين نتعامل معاه او نستخدمه، هو بروتوكول TFTP. TFTP Trival File Transfer Protocol، ده UDP بروتوكول. UDP غير ال FTP. ال FTP اللي هو File Transfer Protocol، ده TCP بروتوكول. اما TFTP مصمم زي ال FTP بالظبط، بس مصمم للبرامج الصغيرة جدا او الملفات اللي حجمها صغير، اللي محتاجة سرعة مش محتاجة Connection Oriented او التحقق من البيانات. البروتوكول ده موجود في برامج كتيره جدا او في برامج كتير بتدعمه، وبالتالي احنا لما نحب نسطب او ننزل برامج من برامج TFTP اشهرها البرنامج ده، كتير قوي بيستخدموه، برنامج رائع واثبت كفاءه ومساحته صغيره جدا، 500 ميجا 500 كيلو تقريبا، يعني نص ميجا. البرنامج ده اللينك بتاعه ممكن حتى نجيبه عن طريق جوجل، لو كتبنا في جوجل كتبنا كده TFTP لازم يطلع لنا في اول صفحه على طول هنا. اوكي، ده الرابط بتاعه. بنعمل داونلود للبرنامج من تحت كده، داونلود بيجيب لي صفحة الإصدارات كلها. بنجيب إصدار يكون أولا يتناسب مع النسخة اللي أنا عليها، نسخة الويندوز إما 64 بت أو 32، فبتحدد نسخة الويندوز اللي أنت هتسطبه عليها، وبتنزل عندك نسختين، يا إما الزايب النسخة المضغوطة أو النسخة الانستولر. طبعا بنزل الانستولر على طول بحيث إنها تكون نسخة EXE على طول، تسطيب ذاتي على نكس نكس كده تتسطب معايا، وبننزل النسخة المناسبة اللي تتناسب مع الأوبريتنج سيستم. مجرد ما تدوس كده النسخة بتتسطب على طول، ومساحتها زي ما احنا شايفين 600 كيلو حاجة، يعني من أي مكان، زيه زي البوتي، فاكرين البوتي اللي سطبناه في الأول خالص، تيلنت كونكتور. بيتسطب معايا البرنامج بالمنظر ده او بينزل معايا، تسطيبه سهل جدا، نيكس نيكس نيكس، هو كده خلاص اتسطب، برنامج بسيط جدا. احنا انا هستخدم نسخه تانية، نسخه ويندوز تانية عليها البرنامج، علشان انا الفاير وول عندي مش عايز افتح فيه اي بورتات، عايز استخدم نسخه اخرى. البرنامج هنا انا نزلته على الجهاز وسطبته، سطبت الاس ال تي اف تي بي ده بنفس الطريقة. هنبص الأول لأي بي الجهاز، هنقول CMD، وهنقول IP config. أي بي الجهاز هنا 1.120. أوكي، نشغل بقى ال GNS3 ونضيف راوتر ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. هنضيف راوتر كده 700 مثلا، وهنضيف سويتش، وهنضيف حاجة جديدة بقى، ازاي اوصل الراوتر بتاعي بجهاز الكمبيوتر الحقيقي اللي انا عليه. اوكي كده هو بالمنظر ده. هنضيف كلاود وهنعمل لها كونفيجريشن كالتالي. الكلاود دي حاجة وهمية، بمجرد وسيط بيني وبين كارت الشبكة الحقيقي، فانا هنا بحدد كارت الشبكة اللي عندي. انا عندي مثلا كارت الوايرلس هو اللي شغال دلوقتي، فانا بحدده وادوس اد. اوكي كده انا بوصل الراوتر بالسويتش والسويتش بكارت الوايرلس عندي، وبالتالي انا اقدر من جهازي اللوكال ده ابنج مباشرة على الراوتر واشوفه كأنه راوتر حقيقي بالظبط من جهازي الحقيقي اللي انا عليه. اوصل بقى الوصلات بتاعتي مانوال، هنا كارت الشبكة بالسويتش. اوكي، والراوتر هنا برضه هنعمل له كونفيجر عشان نضيف البورت، هنضيف سلوت فاست ايثرنت، وهنا البورت الثاني. نشغل الراوتر،
وهندي له اي بي من نفس سبنت كارت الشبكه عندي او كارت الوايرلس عندي، عشان انا عايزه يبقى على نفس السبنت، علشان دلوقتي هو هيبعت الداتا. ناخد بالنا من حاجه، انا ما سطبتش البرنامج على الجهاز الحقيقي، انا سطبته على جهاز في ام وير، بس برضه جهاز الفي ام وير يعتبر جهاز من الشبكه، 120 ده يعتبر جهاز من الشبكه، فهيتشاف عادي جدا ما دام على نفس السبنت. فهنشوف دلوقتي ازاي الراوتر هيبنج عليهم هما الاثنين. جهازي الاصلي دلوقتي 103، لو قلت هنا اي بي كونفج، بص كده هنا كارت الشبكه الوايرلس 103. نشوف هنا بقى الراوتر لما اعمل كونفجريشن هيبنج على الاثنين عادي ازاي. هنقول config t interface f00 و IP address 192.168.1 مثلا 40. خلاص انا هخلي الراوتر ده 40 والنو شوت داون. لو جربنا نبنج بقى كده بينج 192.168.103 اللي هو الجهاز اللوكال الحقيقي اللي هو ويند 7 اللي احنا عليه ده، هنشوف كده اداني بينج. طب نبنج على 120 اللي هو ويندوز اكس بي اللي انا مسطب عليه برنامج تي اف تي بي، برضه اداني بينج. يبقى شايفهم عادي جدا وهم برضه هيبقوا شايفينه بصوره طبيعيه. لو رحت هنا للجهاز وقلت بينج 192.168.1.40 نشوف كده اداني ريبلاي عادي جدا، بيبنج على راوتر حقيقي في الشبكه. تمام، جميل قوي. عايزين بقى نعمل بعض الكونفجريشن كده، يعني مثلا نغير هوست نيم احمد. اوكي كده كونفج تي، اسف كونفج تي وهوست نيم احمد وانيبل سيكريت 1 2 3 4 ونسيف كل ده. هنقول رايت ميم، يعني سيف على الميموري، ورايت برضو يسيف على الام في رام. اوكي كده احنا سيفنا كل الداتا. لو طفيت الراوتر وشغلت تاني هيفضل نفس الكونفجريشن. دلوقتي انا عايز كل الاعدادات اللي انا عملتها دي زي ما انا حفظتها على الراوتر نفسه اخد منها كوبي على جهاز الكمبيوتر، علشان لو حصل مشكله في الراوتر يبقى عندي ملف محفوظ بالكونفجريشن اعمله ريستور على الراوتر الجديد مباشره يشغله او يقومه في ثانيه، فما يحصلش انقطاع فتره طويله في الشغل. طبعا اقدر امن برضو شبكه عن طريق الريدندنسي بروتوكول اللي درسناهم. اما الكونفجريشن او الباك اب ده مهم برضو في حاله حصل كوربشن او ديستروي للديفايسز نفسها وجبت استبدلتها باجهزه جديده، يبقى الكونفجريشن كلها موجوده عندي على جهاز كمبيوتر او على سيرفر. طيب احنا دلوقتي شغلنا سيرفر البرنامج على جهاز الاكس بي هنا. اوكي لازم نشغل البرنامج ونسيبه شغال بالمنظر ده، ونروح كده تي اف تي بي ونشغله بالمنظر ده. مجرد ما يشتغل خلاص هو كده مخلي جهازي اللي هو ويندوز اكس بي ده سيرفر. احدد مسار حفظ الملفات، طبعا لازم يكون على مسار فاضي عندي ومعمول له سكيورتي او بيرميشنز، طبعا دي حاجه شغل بقى مايكروسوفت. المهم تبقى في مكان محمي. يعني احنا ممكن هنا بصوره مؤقته على الديسكتوب وهنقول نيو فولدر ونديله اي اسم، مثلا هنقول كونفج او راوتر كونفج. خلاص يبقى ده الفولدر اللي عندي اهو موجود على الديسكتوب. وهنا بيقول لي حدد الاي بي ادرس اللي انت عايز الناس تشوفني من خلاله، طبعا عشان ما فيش غير اي بي واحد على جهاز الاكس بي فهو شافه باي ديفولت. نختار تي اف تي بي سيرفر ونروح بقى على الراوتر بتاعنا. هنكتب الامر التالي كوبي run tftp، كوبي run tftp. اوكي يعني انسخ، مش احنا بنكتب نفس الران ده نفس الامر ده لما نحب نحفظ الاعداد، بس من الران للستارت اللي هي الام في رام. هنا نفس الكلام، خد نسخه من الران احفظها على tftp. اول ما ادوس انتر هيقول لي اكتب لي اي بي الجهاز اللي هروح عليه الاقي فيه tftp سيرفر منتظرني. هدوس على 1.120 اللي هو الاي بي بتاع جهاز الاكس بي، بيقول لي هسيبه في ملف اسمه احمد داش سي او ان اف جي. عايزه زي ما هو كده ولا غير الاسم؟ ممكن عايز تغير اسم سي 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 مثلا، او بلاش سي سي سي، اي اي اي. اوكي
هنلاحظ هنا تم الحفظ بنجاح. هروح على جهاز الاكس بي، هتلاقي الملف او الفولدر جواه ملف تكست ممكن تشغله بالنوت باد. ده ملف الاعداد وده مهم جدا، طبعا بيبقى اكبر من كده، بخلص اعداداتي كلها وبحفظه عليه. اوكي، نفس الكلام لو عايز احفظ ملفات الستارت الموجوده في الستارت في الكونفيجريشن في الام في رام. طبعا انا بحفظ الران، الران اللي هو الاهم. اوكي، فبرضه بقول كوبي ستارت تي اف تي بي، بيقول لي حدد الاي بي بتاع تي اف تي بي سيرفر، وممكن اقول له هنا ستارت اسم الملف ستارت. طبعا كده سايف الملف بصوره تقليديه جدا وصوره طبيعيه. لو رحت كده نفس الكلام، ادي ستارت البيانات الموجوده في الستارت. طيب الراوتر باص بقى حصل فيه اي مشكله، هنشوف كده. فجبنا راوتر جديد ودخلناه الخدمه مباشره، هناخد الراوتر ده مثلا وندخله الخدمه كده بصوره سريعه، بس طبعا لازم ياخد اي بي ادرس عشان يتشاف. فهنوصله ونديله اي بي ادرس، هنشغل الراوتر. هنقول config t interface f00 IP address 192.168.1 مثلا 41 على 24 و no shut. خلاص كده، واسمه R2. اوكي، اسم الراوتر R2. حصل مشكلة في الراوتر ده لأي سبب، طبعا حصل انقطاع في الخدمة، رحت موصل الراوتر التاني وعايز اعمل upload او عايز اعمل restore للداتا اللي موجودة على السيرفر هنا على الراوتر الجديد. طبعا على الراوتر الجديد بقف عليه كده واكتب العكس بقى، كوبي من تي اف تي بي سيرفر لرن. اوكي، هنا بيقول لي حدد تي اف تي بي سيرفر الاي بي ادرس بتاعه كام. طبعا هيروح على طول على تي اف تي بي سيرفر، بس هيلاقي ملفات كتير لان الفولدر جواه ملفات كتير. هو هيروح طبعا على المسار ده، هيلاقي فولدر، هيدخل جوه الفولدر هلاقي ملفات كتير، لازم احدد له اسم الملف. فهكتب له اسم الملف بتاع الرن اللي احنا اخدنا منه كوبي الاول اللي هو التريبل اي ده، اي اي اي، اكتبه له هنا اي 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 وادوس انتر. بيقول لي انا هستبدله على ملف الرننج كونفيج، اقول له اوكي ماشي مفيش مشاكل، اتفضل ننتظر. هنا دي كلها ايرورز، بس خد بالك من حاجه، غير اسم الجهاز اهو، عمل ريستور للداتا، عمل ريستور للداتا الاساسيه. لو قلت شو ران، بص هنا كده الاي بي ادرس بقى 41 كمان، نفس الاي بي بتاع الراوتر القديم وبقى اسمه احمد. الايرورز دي طبعا عشان الموديلين مختلفين، ففي بعض الكونفيجريشن ما اشتغلتش على الراوتر الجديد. فطبعا انا كده كده براعي الجزئيه دي، وانا بشتري الراوتر او بضيف راوتر جديد لازم يكون زي الراوتر القديم بالظبط او كل الاعدادات تطبق عليه. طبعا دلوقتي حوله في ثانيه او قوم الدنيا في ثانيه، حتى الاي بيات اتغيرت، حتى اسم الجهاز الهوست نيم اصبح هو هو نفس الهوست نيم القديم. دي فكره التي اف تي بي سيرفر وال الريستور والباك اب. نفس الكلام لو عندي نسخه اي او اس بقى، لو نزلت تحديث بتاع الاي او اس، طبعا الاي او اس نسخه بامتدادها دوت بن، فبحط نسخه الاي او اس عادي في المسار بتاعها في التي اف تي بي سيرفر هنا مع اخواتها دول كده، واطلب من كوبي كده، هقول كوبي تي اف تي بي فلاش. فاكرين الفلاش؟ هيقول لي حدد اي بي بتاع التي اف تي بي، اقول له 192.168.120، اكون حاطط نسخه الاي او اس بتاعت نفس الاصدار او بتاعت نفس الموديل، موديل الراوتر، واقول له احدد اسمها بقى. هو بيبتدي يعمل ريستور وهيعمل ريستارت للراوتر، وكده بيحدث نسخه الاي او اس بنسخه جديده. اوكي، بس لازم اكتب له امتدادها بالكامل بامتداد البن. اوكي، يبقى دي فكره التي اف تي بي وتحديث الراوتر، وكمان عمل باك اب وريستور ليه. يبقى كده احنا عملنا باك اب للراوتر، ونفس الطريقه بنعمل باك اب ليه السويتش عن طريق الفيلان بقى.
نفس الطريقه كده، بس لازم طبعا نكون مدين اي بي للفيلان، لان التي اف تي بي سيرفر مش بيتشاف غير من خلال الاي بي هات. اوكي، نيجي الجزء الثاني، السيس لوج. السيس لوج هو بروتوكول وظيفته يسجل بيانات الراوتر وهو شغال، كل شويه يسجل الاحداث اللي بتحصل على الراوتر على برضه التي اف تي بي سيرفر. فانت لو لاحظت هنا التي اف تي بي سيرفر بتاعنا في هنا تاب اسمه سيس لوج سيرفر، اختاره كده وروح على الراوتر وفعل السيس لوج. لازم نفعل السيس لوج. هنروح هنشغل الراوتر التاني، نفصل ده بقى، نروح نرجع الراوتر القديم للعمل تاني. اوكي، كده احنا واقفين على الراوتر القديم تاني. هنبتدي نفعل السيس لوج علشان نبتدي يسجل الاحداث اللي بتحصل على الراوتر بصفه مستمره على التي اف تي بي سيرفر او السيس لوج سيرفر. اول حاجه بنروح على الكونفج كي وبنقول له لوجينج 192.168.1.120، يعني سجل احداث بصفه مستمره على السيس لوج سيرفر الاي بي هو كذا، ودي الاي بي بتاعت الـ طبعا في كذا برنامج بس ده اشهرهم اللي احنا شغالين بيه اللي هو التي اف تي بي 32 دي. اوكي، كده سجلنا او بمجرد ما نفذنا الامر ده كده يبتدي هو يسجل احداث مباشره على التي اف تي بي سيرفر او السيس لوج سيرفر. ممكن اقول له لوجينج اون، بس ده امر تحصيل حاصل، بعض الاي او اس بتحتاج ان انا اكتب الامر ده اللي هو شغل اللوجينج، يعني يبتدي يسجل في تي اف تي بي سيرفر، بس مجرد ما انا كتبت الامر الاولاني اللي قبله ده هو خلاص ابتدى يسجل. كده هيبتدي يسجل الاحداث بصفه مستمره على اللوج سيرفر زي ما هنشوف دلوقتي. وفي حاجه بقى، لو لقى اللوج سيرفر او سيس لوج سيرفر مطفي او مش قادر يوصل له، مش قادر يوصل لل 120 ده حصل فيه اي مشكله، هيبتدي يخزن في الرامات بتاعه الراوتر. يخزن كل اللوج في السيرفر، واقدر عن طريق امر شو لوج او شو لوجينج، بص هيجيب لي كل حاجه. ابتدي اقرا بقى، تقعد تقرا ده كله عشان يعرفك الاحداث اللي حصلت، بس ده بصوره مؤقته. ليه؟ لان السيرفر الثاني فيه مشكله، وقع حصل فيه اي مشاكل، فانت تقعد تقرا اللوج ده كله يجيب لك كل الاحداث اللي حصلت في الراوتر. طب ده مش ممكن يسحب من رامات الجهاز ويوقعه خالص؟ اه طبعا، عشان كده لازم احدد مساحه معينه لللوج في الرامات، فبنحدد مساحه في البافر، فبنقول لوجينج بافر، لوجينج بافرد. اوكي، هنقول مثلا 16.3.4.8، دي معناها 16 كيلو بت او كيلو بايت، اسف، يعني خد من الرامات 16 كيلو خزن فيها اللوج بتاع الجهاز. يبقى انا كده حجمه، ودي مهمه جدا علشان ما يفضلش يسحب من الرامات على الفاضي والاقي الجهاز بقى بطيء ومش قادر يشتغل. بعد كده ممكن اقول له شو لوجينج وابتدي اتابع بقى كل حاجه في الرامات متخزنه في الرامات، شو لوجينج. طبعا هو كده كده السيرفر بتاعنا السيس لوج شغال، وبالتالي لازم اروح على السيس لوج في السيرفر والاقي، يبقى هو بص ابتدى يخزن بقى احداث. فكل عليك بقى تقرا الاحداث دي وهو بيخزنها لك في ملف داخل المسار اللي احنا عليه اللي هو ده. فانت لو دوست او رحت هنا للفولدر بتاعنا هيبتدي يخزن الداتا كلها هنا موجوده في المسار ده. اوكي، او انت لو مجرد ان انت تبص كده على السيرفر هو جايب لك كل خطوه تمت. طبعا كل ما تسجل احداث او تكتب حاجه على الراوتر هيسجلها هنا بصوره اوتوماتيكيه ويجيب لك تاريخ تنفيذ الامر ده او ايه اللي تم من الساعه كام للساعه كام. وطبعا 41 ده اللي هو الاي بي بتاع الراوتر، فبيقول لك تقدر هنا بقى تخليه يسجل من كذا جهاز، من كذا ديفايس، كذا راوتر او كذا سويتش او راوتر وسويتش وهكذا. تبتدي الاحداث كلها تتسجل تحت بعض، تبتدي انت كل عليك ان انت تقراها، هو بيقول لك هنا ايه اللي تم بالظبط وايه الامر اللي تم تنفيذه. ده كده السيس لوج. فاضل لنا النت فلو. النت فلو بروتوكول جميل جدا، وظيفته بيعمل انالايزر للراوتر والسويتش، بيعمل تحليل الاحداث ايه اللي تم بالظبط. ده بيستلزم طبعا انت بتسطب عندك برنامج برضو على جهاز الكمبيوتر. اشهر البرامج النت فلو هي برامج، هي اشهر برامج عامه لاداره الشبكه، هي برامج شركه سولار وينز. وبالتالي
انت عشان تنزل النت فلو، هو طبعا بفلوس فليه فترة مجانية، بتكتب سولار ويند ريال تايم نت فلو انالايزر، بيوصلك لصفحة النت فلو هنا داونلود فري ترايل. بتروح للصفحة دي وبتنزل نسخة من الانالايزر، طبعا بتسجل بياناتك بس في الاول، وبعد كده بتدوس داونلود بيبتدي يحمل معاك البرنامج ده. البرنامج يعني هنا سطبت، حملت البرنامج وسطبته، هو تسطيبه سهل جدا، نيكس 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 بيتسطب معاك ريال تايم نت فلو انالايزر. هنشغل البرنامج، نفس الكلام برضو محتاج اعدادات على الراوتر عشان يتشاف. هنا احنا هنا هنشيل ده خالص وهنسجله من جديد. البرنامج اول ما بتشغله بيبقى بالمنظر ده، تبتدي بقى تعمل اعدادات على الراوتر الاول علشان تعرفوا انه يتصل بالجهاز ده مباشرة. خلاص هنسيب بقى جهاز الاكس بي، خلينا على الجهاز اللي احنا عليه ده عشان هو اللي مسطبين عليه البرنامج، وهنروح ننفذ الاوامر التالية اللي عن طريقها هنفعل النت فلو اللي وظيفته هيسجل كل حاجة ويعمل تحليل للاحداث او انالايزنج لكل ما يدور على الراوتر والسويتش من خلال البرنامج ده، وهنشوف الفكرة بالظبط. هنروح config t وانترفيس F00 اللي هو متصل بالشبكة اللي هي شايفة الجهاز المتسطب عليه الانالايزر، وهنقول IP router او IP route cache flow. كده احنا فعلنا النت فلو. هنقول IP flow egress. egress يعني سجل الاوتجوينج، يبقى في egress outgoing وingress. egress يعني سجل الاوتجوينج، والingress يعني سجل الingoing او الداتا اللي جايه. يبقى خلاص الداتا اللي جايه والداتا اللي خارجه. اوكي احنا نسجل الداتا الخارجه من الراوتر. اوكي يبقى IP flow egress IP flow export version 5. هما في اصدارين version 5 وversion 9، 5 و9. الاشهر طبعا 5 يعني هو كثير التداول حاليا. بعد كده بنقول IP flow cache، هنقول time out active 1 يعني دقيقة، يعني يبتدي يسجل احداث كل دقيقة. طيب IP flow cache time out in active 15 دقيقة، يبقى يسجل احداث كل دقيقة، و in active يعني اعتبر الجهاز مش معاك لو عدى عليه 15 دقيقة وما استلمتش منه داتا. اوكي كده تم تفعيل الاي بي فلو، بس انا ما حددتلوش يسجل البيانات من خلال بروتوكول النت فلو على انهي جهاز، فهقول له اي بي فلو اكسبورت ديستنيشن 192.168.1.103 اللي هو جهاز السيفن اللي انا عليه ومسطب عليه النت فلو فلو انالايزر. اوكي مسافه، واكتب البورت التالي ده الاكثر شيوعا في النت فلو. اكتب يعني البرنامج لما يتسطب بيفتح بورت 9996، وبالتالي انت حتى لو عندك فاير وول لازم تفتح فيها البورت ده لو عايز تشغل النت فلو. خلاص وهنا اي بي فلو اكسبورت سورس اف 00. كده انا بحدد البيانات تخرج من انهي بورت، لان الراوتر ممكن يكون فيه كذا بورت، فانا بحدد النت فلو يشتغل من خلال انهي بورت، ياخد الداتا يخرج بيها من انهي بورت ويروح للنت فلو انالايزر عشان يحلل الداتا. نروح على النت فلو انالايزر. بص هو شاف لوحده، مجرد ما فعلت النت فلو اخد البيانات لوحده، خلاص سجل كل حاجه لوحده. افرده كده واحدد الانترفيس وابتدي اقول له ستارت فلو كابتشر. هنا بيقول لي في ملف بنفس الاسم ده عشان هو هيسيف كل الداتا في الملف ده، فبيقول لي استبدله ولا لا. طبعا اقول له استبدله مفيش مشاكل، هيفتح معايا صفحه ويب زي ما هنشوف ويقرا الداتا. طبعا
هننتظر كده ما يبتدي يقرا الداتا. هياخد طبعا up to 1 minute لغايه ما يجمع الداتا التايم اللي احنا حددناه. طبعا لازم الوقت ده ما تخلوش قليل قوي ولا كتير قوي، حاجه وسط علشان ما يجهدش الريسورسز بتاعت الراوتر. ابتدى يقرا اهو كل حاجه على الراوتر، مجرد مثلا ما فعل بينج فعل اي حاجه يتسجل عندي. فلو رحت للراوتر كده وقلت مثلا بينج 192.168.1.103 مثلا، داني ريبلاي يسجل هنا بروتوكول اهو الاي سي ام بي، تم استخدام بروتوكول الاي سي ام بي. اوكي عملنا راوتنج، فعلنا راوتنج يسجل في تم تفعيل راوتنج كان بيستهلك كذا من الجهاز وهكذا. فدلوقتي الترافيك شغال وبيسجل كل الداتا، او النت فلو بيبتدي يسجل كل الداتا اللي خارجه وداخله من الراوتر. فهو مجرد انالايزر بيقرا الباكتس، بيقرا الداتا. اقدر اعرف الراوتر بيعمل ايه بالظبط من خلال البرنامج واستهلاك الريسورسز بتاعته. كل بروتوكول بيستهلك من الريسورسز قد ايه. طبعا ده بيستلزم ان في بروتوكول يتم تفعيله اللي هو الاس ان ام بي او السمبل نتورك مانجمنت بروتوكول. ده وظيفته بيربط بين الديفايسز والكمبيوتر، وبرنامج وظيفته او بروتوكول وظيفته يدير الديفايسز من خلال انظمه التشغيل. فكده كده البرنامج ده بيتم تصطيبه من خلال البرامج المشابهه زي البرنامج اللي احنا عليه دلوقتي النت فلو انالايزر، والبرنامج اللي احنا صطبناه في الاول اللي هو سيسلوب، او البرنامج اللي هو تي اف تي بي 32 جيجا. اوكي يبتدي هو بقى يسجل كل دقيقه كل ما يجد على الجهاز، او اي حاجه جديده حصلت على الجهاز يسجلها، ولو في حاجه حصلت ايميديتلي دلوقتي اي كونفيجريشن برضو يسجلها بصوره مباشره. دي فكره النت فلو، بروتوكول جميل جدا موجود من زمان طبعا بس اول مره ينزل لنا في المنهج الجديد. وظيفته بيعمل انالايزنج، بيعمل عن طريقه اقدر اعرف ايه اللي بيحصل في الجهاز بالظبط. كده النت فلو رجع تاني، وطبعا ده تهييز بتاع الجي ان اس، وبرده الجهاز عندي مش ستيبل اساسا. المهم كده هو شغال بيعمل انالايزنج من ال 41 اللي هو الراوتر اللي عندنا. طبعا بنفس الطريقه السويتش نفس الكلام، اقدر اعمل انالايزنج من السويتش، بس طبعا لازم ادي اي بي للفيلان. واتمنى الدرس يكون مفيد ووصل فكره الباك اب والمانجمنت بسهوله. شكرا.